ألف وعين تفقع يعني للمصلحة العامة. أنا نعتقد اخترت السيد هذا اللي ما نعرفوش. أنا لسي فرحات نعرف عمري ما شفته قبل ما يكون وزير أول، وسيد الآخر عمري ما شفته قبل ما هو وزير أول حسب الاجتهاد. يعني هو عنده راجل خبير عالمي وعنده 10 سنين في الخارج. لا لا هذا هو في وقت من الأوقات كان رئيس ديوان وزير الداخلية الأول والثاني والثالث، وكان في الفلاح هزوا معه الوزير اللي كان وزير في الفلاحة بعد ولا في الداخلية. ما أنا ما اختاروش يا عبد الله القلال، لكن بعد خرج على نفسه وخرج من عام 2001 وإحنا نتوا في عام 2011. أنا أقول فما أوقد منه من رموز كذا إن شاء الله نفصلهم هذا، وبعد كل واحد يجي طريقه، وبعد هذا يكون طبعا عاود نشوف الموضوع يعني. اذا كان حقيقه نلقى وان ذهابه احسن من بقاه طبعا نشوف، ما عنديش اشكاليه. واذا كان نلقى بقاه خير زاده رخصوا لي بالله خليني نواصل العمليه هذه، ومن بعد اللي يجي غيري يضرب راسه يهز هذيك ويهز اللي بعدها. وانا والله العظيم ما عندي اي رغبه الا كونه نسرع باش نرجع لداري، لان عندي